واحد من كبار مدربي القارة الأفريقية الحقيقة، اللي تألق مع اثنين من العتاولة، اثنين من كبار الأندية، الأرجنتيني ميغيل جاموندي مدرب سابق لسان داونز وجنوب أفريقي والوداد المغربي، هو ضيفنا في السادسة. بداية بشكرك على مشاركتك معنا، وأهلا وسهلا بك في السادسة. مرحبا بالجميع، شرف كبير لي أن أتواجد على قناة الأهلي مرة ثانية. دعني أقول، خليني أبدأ معاك من دوري أبطال أفريقيا، وبالتأكيد هي بطولة مش غريبة عليك. هل تابعتها الموسم ده، وإيه تقييمك ليها بشكل عام؟ نعم بالطبع، أنا دائما أتابع دوري أبطال أفريقيا، ولهذا الموسم أعتقد أن المستوى لم يكن في أعلى حالاته كما كان في السابق، ولكن المسابقة الآن مؤخرا تتطور، المباريات أصبحت أكثر صعوبة للفرق الكبيرة، ولكن في النهاية تأهل أفضل فريقين، وأيضا كما شاهدنا في ربع النهائي شاهدنا مستوى رائع للنادي الأهلي حتى وصوله للنهائي. حتى اللحظات الأخيرة، وتعليقا على مشوار الناديين الكبار وصولا لمباراة نهائي دوري الأبطال اللي هتبدأ بالجولة الأولى يوم الحد القادم في القاهرة، الوداد المغربي، وأنت كنت توليت مسؤوليته طبعا كمدير فني قبل كده، تأهل بشق الأنفس سواء حتى في الأدوار الإقصائية أمام سيمبا بركلات الترجيح، أو أمام سان داونز بتعادل خارج الأرض، في حين أنه الأهلي واجه اثنين من كبار القارة، الرجاء والترجي، وقدر ان هو الحقيقه يحقق نتائج كبيره سواء خارج الارض او داخل الارض. ازاي بتشوف مشوار الفرقتين وتاثير ده على فرصهم في نهائي البطوله؟ نعم، كان مشوارا صعبا للنادي الاهلي. الاهلي واجه فريقين من اكبر الفرق في افريقيا، حينما واجه الرجاء وواجه الترجي أيضا في قبل النهائي لم يكن الأمر سهلا، وأيضا الوداد لعب أمام فريق سيمبا، لن أقول أن سيمبا فريق صغير، ولكن كان الأمر مختلفا، كانت مباراة معقدة وصعبة، وحتى أمام سان داونز لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا، ولم يخسر حتى أمام الوداد. أعتقد أن الوداد لم يقدم أفضل كرة، أفضل من سان داونز، ولكن هذه هي كرة القدم، أنت تلعب حتى آخر دقيقة في البطولة، أنت مطالب بالفوز، مطالب بالتأهل، مطالب بأن تضع الكرة في الشباك. وهذا الموسم الوداد ليس نفس الفريق كما كان في الماضي، يفتقدون إلى المثابرة والاستمرارية، حتى المهاجم حتى المدافع أشرف داري يفتقدون الوداد غير قام بتغيير 4 مديرين فنيين هذا الموسم، فهذا لا يدعو للثبات في المستوى والاستمرارية على حسن الأداء. ولكن وإذا رأينا الآن الأهلي الآن يحرز بمعدل هدفين كل مباراة أو 3، الأهلي لديه فريق هجومي أقوى، الأهلي الآن أحرز 14 هدفا في البطولة والوداد 7 أهداف، هذا ليس معدل جيد للوداد، الأمر مختلف بين الوداد والأهلي، الوداد يجب عليها أن يكون أكثر غيرة على تاريخه وأن ينظر إلى فرق مثل الأهلي، وسان داونز لديهم الوداد الآن لديهم دفاع ليس بنفس القوة كما كان في الماضي، أستطيع أن أقول أن الوداد أستطيع أن أقول أن الجمهور سيساعدهم في كازابلانكا، ولكن ليس الحال كما الأهلي، فالأهلي الآن الأهلي فازوا الأهلي فازوا بنهائيات كثيرة من قبل، وأستطيع أن أقول أن من المنطقي أن نرى الأهلي
عن نرى الأهلي بأداء أفضل ويفوز بالكأس. طيب خليني أخذك لمقارنة الناس كلها بتتكلم عليها، لأن احنا بنتكلم على نهائي تقريبا يعتبر نهائي مكرر السنة اللي فاتت. صحيح طبعا ما كانش فيه مساواة أو ما كانش فيه تكافؤ فرص أو عدالة في نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم اللي فات، واتلعبت المواجهة من مباراة واحدة أقيمت في المغرب على أرض الوداد وبين جمهوره. لكن لو اتكلمنا كورة، لو اتكلمت مقارنة بين مواجهة الأهلي والوداد في نسخة الموسم الماضي من نهائي دوري الأبطال أفريقيا والنهائي المنتظر في نهائي البطولة السنة دي، إيه الفوارق أو الاختلافات بين المواجهتين من وجهة نظرك؟ نعم أنا أتفق معك فيما قلت، هذا النهائي أكثر عدالة من سابقه. أن تلعب مباراتين ذهاب وعودة أمر جيد، ولكن أستطيع أن أقول أن الأهلي الآن تحسن كثيرا على مستوى جميع المراكز. الأهلي تحسن كثيرا، الأهلي لديه الآن عقلية الفوز أكثر مما مضى. المدير الفني خلق حالة من ثبات المستوى أفضل مما مضى. على الجانب الآخر الوداد ليس نفس الفريق الذي شاهدته في العام الماضي، فقدوا الكثير من اللاعبين، وتغيير المديرين الفنيين أستطيع أن أقول أن هذا خطأ كبير وقع فيه الوداد. هذا يؤثر على العقلية الفنية للاعبين، فالعقلية الفنية لكل مدرب تختلف عن الآخر، وهذا يؤثر على اللاعبين. ولكن الآن يوجد اختلاف كبير بين الأهلي والوداد على مستوى الهجوم. كم الفرص التي يخلقها ويستغلها فريق الأهلي، فالمستوى الفني على مستوى الهجوم تحسن كثيرا، ونرى هذا في معدل الأهداف. الوداد الآن لديه مشكلة كبيرة في إحراز الأهداف، وأيضا استقبال الوداد للأهداف، يستقبلون أهداف بشكل كبير. مواجهة صن داونز كانت مختلفة، وأيضا مواجهة الأهلي أمام صن داونز كانت مختلفة، ولكن الأهلي أفضل على مستوى الدفاع. بالنسبة لي لأكون واضحا، يوجد فارق كبير بين جودة اللاعبين على مستوى الهجوم بين الوداد والأهلي. في رأيك وفي ظل الظروف اللي انت اتكلمت عليها وتغيير الأجهزة الفنية وتولي سفين فاندن بروك المسؤولية الفنية أو القيادة الفنية لفريق الوداد، ايه هو السيناريو اللي ممكن يلجأ له فريق الوداد لمواجهة الأهلي في القاهرة؟ هل تتوقع انه يكون سيناريو متحفظ؟ هل سيأتي الوداد للقاهرة للخروج بأقل الخسائر في محاولة منه الحصول مثلا على تعادل أو أنه يخطف هدف أو على أقل الخسارة بأقل نتيجة ممكنة، ولا تتوقع أن الوداد هيجي عشان يهاجم الأهلي هنا في القاهرة ويحقق نتيجة تحسم البطولة أو تحسم اللقب قبل مباراة العودة في كازابلانكا؟ حسنا، لا أعرف في الحقيقة عقلية المدرب الحالي، ولكن لا أعتقد أن الوداد سيهاجم الأهلي في القاهرة. نعم سيحاول أن يحافظ على أفضل نتيجة له في القاهرة كما رأينا في قبل النهائي، وكما رأينا أيضا أمام سيمبا. الوداد يلعب بأقصى قوة على أرض الخصم، ولكن يوجد بعض التغيرات في عقليات اللاعبين الآن. نعم الوداد الآن سيحاول أن يحافظ على التعادل وألا يستقبل أهداف وألا يقع في الخطأ أمام الأهلي. أنا أراهن أن الوداد على المستوى الهجومي لن يكون في أفضل أحواله. في رأيي أن المباراة ستكون على هذا المنوال، سيكون أمرا صعبا للوداد في القاهرة، و100% الوداد سيحاول حسم اللقب في كاسابلانكا. أنا عارف أنه في النهاية المواجهة 11 في مواجهة 11، لكن من وجهة نظر ميغيل جاموندي، مين هم مفاتيح اللعب الأهم في الفرقتين من وجهة نظرك؟ مين اللاعبين اللي عندهم قدرة ان هم يصنعوا الفارق في مواجهة بمنتهى الصعوبة زي نهائي دوري أبطال أفريقيا في الوداد وفي الأهلي؟
فلسفتي الكروية هي أن الفريق هو مفتاح اللعب، الفريق ككل، ولكن حينما أشاهد الأهلي في رأيي الخاص لديكم الشناوي بالطبع، علي معلول وحسين الشحات أيضا، كهربا بيرسيتاو، ويوجد أيضا لاعب أدهشني كثيرا محمد عبد المنعم هو مفتاح لعب، وأيضا حمدي فتحي في منتصف الملعب وأليو ديانج. هؤلاء اللاعبين هم الآن في أفضل حالاتهم مع النادي الأهلي، وأكرر أن الوداد الآن لديه يحيى جبران، ولكنه ليس في أفضل حالاته كما كان في السابق، وأيضا الحسوني، وأيضا الجناح الجزائري. أنا أشاهد البطولة المحلية وألاحظ أن زهير المترجي الآن كان لديه إصابة طويلة ولكن عاد من الإصابة. أعتقد أن هؤلاء اللاعبين هم مفاتيح اللعب، وأيضا المهاجم السنغالي سامبو هو أصيب في قبل النهائي في المباراة الأولى، ولكن أعتقد الوداد ليس في أفضل مستوى، لكن أستطيع أن أقول أن هذه هي مفاتيح اللعب بالنسبة للأهلي وبالنسبة للوداد، ولكن بالنسبة للوداد ليس الأمر كما كان في السابق. بالنسبة ليحيى جبران لم نره كما كان في بطولة السابقة، لم نرى أفضل مستوى له. أنا عملت مع هؤلاء اللاعبين لم يكن وقتا طويلا، كان لمدة عام، ولكن كان لديهم عقلية قتالية في الملعب أكثر من ذلك، ولكن الأمر اختلف بنسبة 100%. على جولتين، الأولى في القاهرة والثانية في دار البيضاء، هيكون حسم لقب دوري أبطال أفريقيا. فرص كل فرقتين من وجهة نظرك، هل بتظن أنها فرص متساوية، ولا بتشوف أنه الكفة بتميل يعني لفريق على فريق آخر؟ كما قلت هذا نهائي، لدينا فريقان كبيران الوداد والأهلي، ولكن المنطقي، وجهة نظر المنطقية، أعتقد أن الأهلي سيكون متسيد في المباراتين على الوداد. لا أحب أن أتنبأ، ولكن بطبيعة الحال إذا نظرنا إلى حيثيات المباراتين، الأهلي سيكون البطل القادم لأفريقيا. المدرب الكبير ميغيل جاموندي، طبعا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، وشكرا على ظهورك على شاشة قناة النادي الأهلي للحديث عن نهائي دوري الأبطال. نتفائل الحقيقة برأي ميغيل جاموندي، لأنه واحد من أصحاب الخبرات الكبيرة الحقيقة والعريضة في قارة أفريقيا وداخل المغرب نفسها، لما كان تولى مسؤولية الوداد المغربي، وأيضا واحد من كبار القارة، لازم تحط دايما سان داونز كواحد الحقيقة من أفضل فرق قارة أفريقيا. دي كانت وجهة نظره وكانت رؤيته فيما يتعلق بنهائي دوري الأبطال. هنسمع رأي واحد من نجوم الأهلي بقى، نتكلم معاه ونفتح الملفات نفتح الاوراق، مجهزين لكم حاجات كتيره يمكن اللي ما تابعش مشوار الوداد المغربي على مدار الموسم الحالي وتحديدا في البطوله المحليه او في دوري ابطال افريقيا هيعرف تفاصيل اكتر معانا ومع نجمنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح، لكن بعد الفاصل.